طلبوا دورات تدريبية. أخي المبتعث، أختي المبتعثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ترغب بحضور دورة تدريبية أكاديمية، فيمكنك التقدم بطلب حضور دورة تدريبية مع ملاحظة أن الدورة إذا كانت قصيرة مدتها 14 يوم أو أقل، يتم التقدم بالطلب قبل 4 إلى 6 أسابيع من بداية موعد الدورة التدريبية. أما إذا كانت أطول من ذلك، فيتم التقدم بالطلب قبل 10 إلى 12 أسبوع من بداية موعد الدورة التدريبية حتى تتم مخاطبة جهة الابتعاث. علما أن مسار الطلب يكون من المبتعث للدراسات العليا، ثم إلى المشرف، ثم إلى مدير المجموعة، ليصل إلى مساعد الشؤون الدراسية. وهناك مسوغات لا بد من إرفاقها مع الطلب، منها خطاب من مشرف الطالب بالجامعة يؤيد فيه أهمية حضور الطالب للندوة، كما يوضح فيه اسمها ومكانها وتاريخ انعقادها والمدة الزمنية وعلاقتها بتخصص المبتعث. أما المسوغ الثاني فهو منشور يوضح معلومات الدورة الأساسية، مواعيدها وبرنامجها وأهم موضوعاتها ورسومها ونحو ذلك. ويمكن إرفاق أي وثائق أخرى يرى الطالب إرفاقها لدعم طلبه. الأخطاء الشائعة. هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تسبب في تأخير معالجة الطلب، ويمكن تجنبها بسهولة. ومنها أولا عدم إرفاق كامل المسوغات، ثانيا التقدم بالطلب بعد انتهاء الدورة، ثالثا عدم تعبئة جميع الحقول المطلوبة في النموذج. وختاما نود التذكير بالأسئلة المتكررة المتعلقة بالطلب والتي يمكن الوصول إليها عن طريق النقل على الأسئلة المتكررة، الأسئلة المتكررة للشؤون الدراسية، ثم أسئلة متفرقة. شكرا لوقتك، ونتمنى أن يكون العرض قد وضح الطلب لك بشكل أفضل، مع دعائنا لك بالتوفيق.